السلام عليكم. بعد ما ربطنا العناصر الموجودة في 3D بالعناصر الموجودة في الجدول الزمني بالشكل دوت بحيث انها تظهر مع الوقت، فاقدر اجي هنا للويندوز واقول له ان انا عايز انيميشن اديتور، وابدأ احدد مثلا ان دي اول نقطة عندي، تمام، وابدأ اغير مثلا في الوقت بتاع التايم، واقدر اختار مثلا وقت اخر بعد ما اغير ديت، واروح قايل له اعمل زوم مثلا على مكان معين، اقول له ان انا عايز انشئ حركة. واقدر اغير اهوت، طيب خلينا نبدأ بقى نشوف الحركة تبقى عاملة ازاي. فقدرنا ان احنا نضيف حركة حوالين الموديل بتاعنا اثناء ما العناصر بتبدأ تظهر في الفور دي.